السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي سوف نركز فيها مرة أخرى على الأمور المتعلقة بحزمة الأوساط الأمريكية وحزمة البنية التحتية وسبب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين والخلاف حتى بين أعضاء الحزب الديمقراطي فيما بينهم وتأثير هذا الأمر على المستهلك وعلى المواطن الأمريكي وكذلك على شعبية الرئيس الأمريكي بايدن التي بدأت تتهاوى الآن بين أوساط الناخبين، الناس الذين صوتوا لصالح بايدن. هناك فئات كثيرة من يعني السود من الأمريكيين اللاتينيين ومن حتى الناخبين الشباب الذين بدأوا يعني يكتشفون أن هناك بعض الوعود التي وعد بها جو بايدن لن تتحقق. ففي هذا الفيديو سوف نركز بالضبط على الخلافات التي تعرفها المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين ويعني المشاكل التي ربما سوف تؤدي إلى إلغاء بعض الأمور التي وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما تعلمون الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح خطتين، الخطة الأولى هي خطة البنية التحتية وتكلفتها 1.5 تريليون دولار، وخطة البنية الأسر الأمريكية وقيمتها 3.5 تريليون دولار. بالطبع لتمويل هذه الخطط الإنفاق يريد بايدن الرفع من الضرائب، وهذا ما وعد به أنه سوف يقوم بالرفع من الضرائب على الأثرياء وعلى الشركات الكبرى البيج كوربوريشن، ولكن الأمر لن يقتصر فقط على الأغنياء كما تحدث في العديد من الفيديوهات، فالأمر سوف ينتقل حتى إلى عامة الشعب. والدليل على ذلك زعيم الأغلبية الديمقراطية الأغلبية الجمهورية أو الأقلية الجمهورية في مجلس النواب وهو كيفن ماكارتي قال في كلمة مثيرة: ليس هناك أحد تحت دخل 400 ألف دولار لن يدفع ضرائب. هذه كذبة من جو بايدن كما كذب بخصوص أفغانستان. فمعنى كيفن ماكارتي أن الكلام الذي يتحدث فيه جو بايدن أنه ليس هناك أي شخص دخله أقل من 400 ألف دولار سوف يتم رفع ضرائب عليه أو مطالبته بدفع ضرائب، فحسب تصريح كيفن ماكارتي هذا كذب، بل أنه الجميع سوف يقوم بدفع ضرائب. وأضاف ماكارتي بهذا الكلام: لدينا أزمة تضخم، الناس تنفق أكثر مما كانت تنفق خلال العشر سنوات الماضية، الشركات تدفع أكثر لاقتناء الأمور اللازمة لها، الشيء الذي أدى بارتفاع الأسعار على المستهلك ودخل أقل، لأن كما تعلمون لحد الآن الأجور لم تتغير أو الرواتب لم تتغير لكن مستوى المعيشة ارتفع بشكل كبير. هناك نقص في العمالة والمسؤول أو اليد العاملة والمسؤول عن ذلك هو الديمقراطيين وهو بايدن الذي يعني قدم العديد من الأموال في حزمة الإنفاق الماضية التي دفعت الناس إلى الجلوس في المنازل. بالطبع لكم التعليق على هذا الأمر، هل هذا أمر صحيح أم لا؟ فمرة أخرى لكم التعليق. هناك مستشار يدعى جون براسون عن ولاية وايومينغ قال أن حزمة الإنفاق في الأسر الأمريكية التي تبلغ 3.5 تريليون دولار، هذه الحزمة قيمتها 3.5 تريليون دولار تحتاج إلى 40 ضريبة لكي يعني يتم استخراج التكلفة. يعني لكي يدفع جو بايدن بهذه الحزمة ويمولها هناك 40 ضريبة، ربما العديد من الناس لا يعلمون من هذه الضريبة، وأقول لكم ضريبة من بين هذه الضرائب أنه سوف يتم فرض ضرائب على استعمال الأكياس البلاستيكية. وبالطبع هذا الأمر سوف يؤثر على الناس، لن يؤثر فقط على الأغنياء، سوف يؤثر كذلك على عامة الشعب الأمريكي. وقال جون براسون أن الحزمة تتكون من 2500 صفحة 2500 صفحة وأن كل صفحة سوف تكلف 1.4 مليار دولار. فإذا قمتم بضرب 1.4 مليار دولار ضرب 2500 صفحة ستجدون أن القيمة النهائية أو الخارج هو 3.5
تريليون دولار. فجون برانسون يقول حينما سوف يتم تمرير هذه الحزمة، إذا تم تمريرها فهذا سوف يؤثر على الناس وسوف يكون هناك تدخل في الحياة الخاصة للناس. بالطبع كما قلت هذا الخلاف ليس فقط بين الجمهور والديمقراطية، بل حتى هناك ديمقراطيون يطالبون بايدن بتغيير رأيه أو تقليص تكلفة الحزمة المالية، وعلى رأسهم جو مانشن، على رأسهم كريستين سينيما النائبة عن ولاية أريزونا. حتى الناطقة باسم البيت الأبيض وهي نانسي بيلوسي، والكل يعلم من هي نانسي بيلوسي، قالت بهذه الكلمة: لا يمكنك الحصول دائما على ما تريد، حان الوقت لأخذ بعض القرارات الصعبة بالنسبة للديمقراطيين. We have some important decisions to make in the next few days so that we can proceed. I'm very disappointed that we're not going with the original $3.5 trillion, which was very transformative. But in the whatever we do, we'll make decisions that will continue to be transformative about women in the workplace. لذلك هذه الأمور التي سوف يتحدث عليها هي الأمور الصعبة التي سوف يتخلى عليها الديمقراطيين غالبا، وسوف يقومون بإلغائها من حزمة الأسر الأمريكية. أولا، دعم رعاية الأطفال أو ما يسمى بالchild care assistance الذي تحدثت فيه وقلت أنه أي عائلة تأخذ أولادها إلى الحضانة وتصرف أموال على الحضانة فهناك برنامج سوف يقوم بمنح العائلات يعني نصف الأموال التي أنفقت العائلات. هذا البرنامج غالبا سوف يتم رفضه. هناك الشيكات الائتمانية للأطفال. الشيكات الائتمانية للأطفال هي الشيكات التي تتوصلون بها كل 15 من كل شهر، التي قيمتها إما $300 أو $250 حسب سن الطفل. توسيع الميديكير. الميديكير هو التأمين الصحي الذي يستفيد منه مثلا الناس المتقدمين في السن، لأنه بايدن كان يريد توسيع هذا البرنامج ليشمل مثلا الأسنان، يشمل البصر، يشمل يعني السمع وغيرها من الأمور. الدراسة المجانية في السنتين الأولتين من الجامعة، كذلك هذا المقترح غالبا سوف يتم رفضه. رفع الحد الأدنى من أجرة. تذكرون بداية يعني دخول بايدن إلى السلطة كان يتحدث على أنه سوف يرفع الحد الأدنى للأجر إلى $15 للساعة. هذا الأمر طالب به في الحزمة التي تم تمريرها في مارس وتم يعني إقصاء هذا الأمر. غالبا الآن سوف يتم إقصاء هذا الأمر ولن يكون هناك رفع للحد الأدنى للأجر. دعم قطاع الشرطة وما يسمى بالفاندين باليس، فهذا كذلك سوف يتم رفضه. ويبقى آخر برنامج غالبا سوف يتم رفضه، وهو دعم شراء المنازل أو ما يسمى ببرنامج First Time Home Buyers، يعني الناس الذين يريدون شراء منزل لأول مرة، وتحدثت في هذا الأمر يعني سابقا. فهذا البرنامج كذلك غالبا سوف يتم إلغاؤه من الحزمة الأسر الأمريكية. بالنسبة لموضوع الإسكان كما تعلمون، فالرئيس الأمريكي وعد بأنه سوف يدعم هذا القطاع، وقام بتخصيص تقريبا $300 مليار في هذه الحزمة الأسر الأمريكية. $300 لدعم الإسكان للأسر ذات الدخل المحدود أو يعني الناس الفقراء، بناء منازل مدعومة من الدولة، إصلاح المنازل، بناء منازل ذات تكلفة أقل. كل هذه الأمور غالبا يعني لن يتم تطبيقها مع كامل الأسف. هذه الأمور كما قلت أدت إلى تهاوي في شعبية الرئيس الأمريكي، خصوصا بين فئة السود واللاتينيين وفئة الشباب. هذه ثلاث فئات هي الفئات التي فاز من خلالها الرئيس بايدن بدخوله إلى البيت الأبيض. وحسب إحصاء يعني جديد، انخفضت شعبية بايدن بين شهر يوليوز وشتنبر، يعني تقريبا 3 أشهر، بين فئة السود إلى 18%، اللاتينيين 16%، وفئة الشباب يعني ناخبين الشباب الذين سنهم بين 18 إلى 29 في سنة، فانخفضت ب 14%. يبقى الحل الوحيد، وقلته لكم مرارا وتكرارا، أن الحل الوحيد لكي يتمكن جو بايدن
من البقاء في السلطة واستمرار سيطرة الديمقراطيين على يعني الكونغرس هو أنه يقوم بتمرير هذه الحزمة. لذلك هناك يعني استعداد من الرئيس جو بايدن أن يقوم بتقليص التكلفة. تحدثت على هذا الأمر أنه ينوي بين 1.9 إلى 2.2 تريليون دولار، ورغم ذلك فهناك ديمقراطيون وعلى رأسهم جو مانشين وكريستين سينما الذين يرفضون أن تكون الحزمة فوق 1.5 تريليون دولار. هؤلاء ديمقراطيون أقول وليس جمهوريين، يعني لتعلموا سر يعني مستوى الخلاف الذي يعرفه الحزب الديمقراطي. وكما قلت الآن لم يتبقى في سنة 2021 إلا ربما شهرين، وسوف يتم الاستعداد للانتخابات النصفية والتي ينوي الجمهوريون العودة من خلالها للسيطرة على إحدى الغرف، خصوصا يعني مجلس المستشارين الذي الآن المقاعد تتساوي 50-50. يبقى صوت نائبة الرئيس هو الصوت الفاصل في يعني التصويت في مجلس الشيوخ. في حال كانت هناك انتخابات نصفية بالطبع وسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، سوف يصعب على جو بايدن تمرير أي قرار، يعني ليس هناك أي قرار سوف يتمكن جو بايدن مع كامل الأسف بتمريره. من بين الأمور التي هناك ضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يحاول ما أمكن يعني إبقاءها في الحزمة المالية هو مشكل إصلاح الهجرة. فهناك ضغوط من مثلا ألكساندرا كورتيز أنها تريد من جو بايدن ألا يفرط في منظومة إصلاح الهجرة أو خطة إصلاح الهجرة، لأنه إذا تم إقصاء خطة إصلاح الهجرة من يعني الحزمة المالية التي قيمتها 3.5 تريليون دولار فهذا ضربة كبيرة للعديد من الناس وضربة للعديد من الوعود التي وعد بها مع كامل الأسف جو بايدن. نحن هنا ليس لانتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن الأمور تعود إليكم ولي يعني تعليقكم، لأنه هذه أمور وهذا واقع لا يمكننا الهروب منه مع كامل الأسف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.